تعالوا كده نشوف ايه نفتكر عايزين نعمل ايه النهارده. عايزين بس هنفتكر بسرعه كده في 10 دقايق الثلاث خمسات المونوستيبل عشان هنحل عليها بعد كده. هنحل حوالي مسالتين بعدين هنروح للجزء اللي بعد كده اللي هو جزء الفيكونس ريسبونس. تمام؟ حد متضايق؟ ده سيكونس بتاعنا النهارده. خلينا كده نفتكر المونوستيبل كان الاوبريشن بتاعها عامل ازاي. اول حاجه المونوستيبل كانت بتفكرنا بايه؟ النور بتاع السلم اللي هو بيبقى ستيدي ستيت عادي، انت بتعمل له تريجر بيروح ستيت ثانيه لفتره معينه من الزمن بعدين يرجع للستيت الاولانيه اللي هي الستيدي بتاعته ويفضل ايه فيها. طيب شكل الكونكشن بتاعه الثلاث خمسات في المونوستيبل كانت عامله ازاي؟ كنا بنوصل بين 6 و7 بكاباستور وبريزيستنس لغايه الفي سي سي، بين 4 و8 متوصله بالفي سي سي زي القديمه، بين 3 ده الاوتبوت بتاعي. الجديد كان فيه ايه؟ كان فيه بين 2. بين 2 كانت كده فيه سويتش لو انتوا فاكرين شكله، يا اما السويتش ده لو دوست عليه يوصل لي بين 2 ايه؟ للجراوند صح؟ دي اس اس هدي الجراوند يا جماعه. يا اما لو ما دوستش بيتوصل عن طريق ريزيستنس دي لغايه مين؟ في دي دي. طيب ده شكل الثلاث خمسات من جوه. ده الاوب امب الاولاني والاوب امب الثاني. الاوب امب اللي هو بتاع 6 ده 6 متوصله قلنا ب 7 متوصله بكاباستور صح؟ 6 هي متوصله ب 7 متوصله بايه؟ بكاباستور للجراوند. تمام؟ و6 متوصله بريزيستنس برضو لغايه في سي سي. ايه بقى اللي هيحصل في الاول خالص؟ في الاول خالص الكاباستور عليه تشارجز كام؟ انيشال بيبقى عليه تشارجز زيرو صح؟ لو جيت كده شفت زيرو حطيت زيرو هنا على البوزيتيف وعلى النيجاتيف 2 على 3 في سي سي فهتلاقي النيجاتيف اعلى، فهتلاقي في الاول ايه؟ الار بزيرو صح؟ الار بزيرو. وتعالى كده شوف الناحيه الثانيه من غير ما تدوس على السويتش هتلاقي بين 2 متوصله في سي سي، يعني النقطه دي عليها في سي سي اللي هي النيجاتيف والنقطه البوزيتيف عليها ثلث الفي سي، فهتلاقي برضه الاس بايه؟ بزيرو. فبالتالي بيفضل محافظ على الاولد ستيت اللي هو الستيت بتاعته الطبيعيه من غير ما حد يغيره او اي حاجه، ده في الطبيعي. اول ما حضرتك تيجي تدوس على السويتش ده هتوصل بين 2 بايه؟ بالجراوند. تعالى كده شوف لو بين 2 اتوصلت ده بالجراوند، احنا اتفقنا بين 2 يا اما جراوند يا اما في سي سي صح؟ لو حطيت هنا جراوند ايه اللي هيحصل؟ الاس هتطلع بكام؟ 1. حلو قوي. يبقى النقطه دي كده بالذات نرحلها كده شويه. النقطة دي كده بالذات عندها هتدوس هيطلع الاس بواحد وهتلاقي الار بكام؟ بزيرو. يبتدي اول ما الاس بواحد والار بزيرو الاوتبوت هيطلع بكام؟ هاي صح؟ الاوتبوت اهو كان هنا في الاول زيرو بعدين هيبتدي يطلع هاي، هيطلع لغاية ايه؟ في سي. حلو قوي. الكاباستور هيبتدي يعمل ايه؟ لما بين 7 الاوتبوت بيبقى هاي، بين 7 تبقى فلوتنج ولا جراوند؟ لو ده هاي فالنقطة دي الكيو بار بتبقى لو صح؟ فده كده مقفول فالنقطة دي فلوتنج صح؟ حلو. بما ان النقطة دي فلوتنج فأكنها مش متوصلة خالص. وبالتالي الكاباستور ده هيبتدي يشحن عن طريق ريزيستنس اللي هي ار دي صح؟ يبقى الكاباستور هيبتدي يشحن كان في الأول انيشال اللي هو بزيرو بعدين عند النقطة دي ابتدى يشحن واحدة واحدة كده أهو ابتدى يشحن 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 يشحن. كمان شوية الدوسة بتاعتي خلصت. فبين 2 تاني رجعت لغاية كام؟ في سي سي صح؟ ما انا لو انا دايس بين 2 بتبقى باك جراوند، لو انا مش دايس البين 2 بتبقى في سي صح؟ بين 2 لو بقت في سي سي ايه اللي هيحصل؟ نرجع تاني هنا في سي سي. في سي سي. الاس هترجع عند النقطة دي بقى بالذات، أول ما شلت إيدي، الاس هترجع بزيرو، والآر هتفضل زيرو، هيفضل محافظ على الستيت بتاعته إن الأوتبوت هيفضل إيه؟ هاي. ده وقت ما أنا شلت الدوسة بتاعتي. لغاية ما الكاباستور يوصل لغاية كام؟ 2 على 3 في سي سي. اول ما يوصل للكاباستور 2 على 3 في سي سي ايه اللي هيحصل؟ النقطه دي هتبقى 2 على 3 في سي سي صح؟ وهتبقى عايزه تزيد. مين اللي يطلع هاي بقى؟ مين؟ الار. حلو. النقطه دي يبقى عندها الار هيطلع هاي والست بزيرو. اول ما الار هتطلع هاي ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت ينزل زيرو صح؟ وبين 7 هتبقى جراوند. اول ما بين 7 تبقى جراوند معناها ان انا ايه؟ فرغت الكاباستور صح؟ فالكاباستور تلاقيه ايه؟ نزل على طول كده، ما فرغتش حتى عن طريق ريزيستنس، انت شديت النقطه للجراوند نفسها، ففرغ في زيرو تايم. خلاص؟ يبقى الجزء اول ما دوست كان هي الاس بواحد والار بزيرو، طول ما انا دايس فضل الستيت دي، بعد كده اول ما سبت الدوسه رجع تاني الاس بزيرو والار بزيرو، والكاباستور فضل يكمل شحن. اول ما الكاباستور وصل لغايه 2 على 3 في سي ايه اللي حصل؟
الار هي اللي طلعت هاي والاس بزيرو، فالاوتبوت نزل زيرو، وبين 7 بقت متوصله ايه؟ بالجراوند. بعد كده هيحصل ايه تاني؟ النقطه دي هتبقى الاس بزيرو والار بزيرو، وهيفضل في الاستيت القديمه بتاعته اللي هي كانت في الاول خالص. في اي مشكله في الاوبريشن؟ كنا خدنا قانون في الجزء ده، التايم اللي بيشحن فيه الكاباستور كان كام؟ التي كاباستور اللي هو التي هاي اللي هو الاوتبوت تي هاي شحن عن طريق الريزيستنس دي بس صح؟ يبقى ار في سي لين الفي فاينل اللي كان هيوصل له لو انا سبته يكمل انفينيتي هيوصل لغايه كام؟ في سي سي في فاينل ماينس في انيشال ابتدى من كام؟ زيرو. حلو. على الفي فاينل ماينس في كاب وصل لكام اخر حاجه؟ 2 على 3. احسب الكلام ده هتلاقي فوق في سي سي وتحت تلت في سي سي هيطلع لك ار سي لين 3. تمام؟ ده الوقت اللي هو ايه ار سي لين 3. سالتكم سؤال تاني المره اللي فاتت لو انتوا فاكرينه. هل الاوتبوت بيريودك في الحاله دي؟ لا. حلو. ما في، لان انا هي حصلت مره وخلصت. طب لو التريجر نفسه اللي هو فوق السيجنال الانبوت دي كانت بيريودك نفسها، يعني انا كل شويه ايه قاعد ادوس على نور السلم واسيبه يشتغل شويه ويطفي وبعدين ادوس تاني اسيبه يشتغل شويه ويطفي وهكذا، هي الاوتبوت بيريودك ولا لا؟ حلو. يبقى التريجر لو هو بيريودك الاوتبوت هيبقى بيريودك، لو التريجر حصل مره واحده وخلص فالاوتبوت هيحصل مره واحده وايه؟ ويخلص. اتفقنا برضه الفريكونسي اللي بتحصل في الاوتبوت هتبقى الفريكونسي بتاعت مين؟ التريجر صح؟ يبقى الاف اللي هتحصل في الاوتبوت هي الاف بتاعت مين؟ تريجر. لو الاف بتاعت تريجر بزيرو ما بيتكررش فالاوتبوت هيكون برضه كام؟ ما بيتكررش، يعني بيحصل مره واحده ويسكت. في اي حاجه مضايقاكم؟ احنا كده رجعنا بخلاصه عن اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. حد عنده سؤال؟ قبل ما نخش بقى في المسائل؟ ناخد مسألة رقم 10 في الشيت على الكلام ده بقى. بصوا بقى المسألة بتقول ايه؟ مسألة وصلت لي المونو ستيبل عادي جدا بنفس التوصيل اللي احنا كنا لسه قايلينها، بس عمل حاجتين. ايه بقى؟ أول بوينت 6 و7 كنا بنوصلها بكاباستور، والكاباستور ده فيه ريزيستنس الفي سي سي صح؟
المره دي وصلها لي بريزيستنس لغايه الفي سي وحط سيريس معاها فاريبل ريزيستنس اللي هو البوتنشيومتر اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده، واخد الاوتبوت بتاعه من النقطه دي للنقطه دي خلاص، يعني اخد جزء منه بيحركه وبياخد الريزيستنس بتاعته وحطها سيريس مع الواحد كيلو دي. تمام. طبعا كل ما الريزيستنس دي هتتغير التايم اللي هو الار سي لين 3 اللي بيشحن فيه الكاباستور ده هيتغير، صح؟ فممكن نطول وقت الشحن او نقلله. عمل حاجه ثانيه، بين 2 ما دخليش عليها تريجر دايركتلي، لا دخل عليها كده منظر زي سكوير ويف زي ما انتم شايفين. ده في سي سي. هقول فاكرين الهاي باس فلتر؟ مش احنا كنا قلنا كده المره اللي فاتت الشكل ده كده اهو. لو دخل عليه سكوير ويف ايه اللي بيحصل؟ وتحت في جراوند عادي. كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيطلع بلس، صح؟ يعني كده بيطلع جليتش كده وينزل تاني، صح؟ لو ده كان الافرج بتاع جراوند فده 0 و0 لغايه في سي. عند الدلتا في سي بوزيتيف كان يطلع لي جليتش لغايه في سي، وبعدين عند النيجاتيف ايدج ينزل لي جليتش نيجاتيف في سي سي، صح؟ بعدين عند البوزيتيف ايدج يطلع في سي سي تاني، صح؟ طيب الكلام ده لو كان تحته جراوند. وقلنا كان كده في كيس تانيه، لو انا مدخل نفس الانبوت ده بس على الفلتر اللي هو الهاي باس فلتر وحطيت تحته في سي سي بقى نفسها، ايه اللي هيحصل للاوتبوت؟ هيبقى شيفتد. الطبيعي بتاعه هيبقى في سي سي، ولما يجي الاوتبوت يطلع هيبقى في سبايك تطلع لغايه 2 في سي، وبعدين ينزل لغايه الايه؟ الزيرو، بعدين يبتدي يطلع تاني لغايه ايه؟ 2 في سي سي. خلاص؟ الافرج بتاعه هيكون كام؟ في سي سي نفسها، عشان انا حطيت تحته ايه؟ في سي سي. هاف شيت كان عامل لك بالظبط نفس الكلام، كان وصلك الانبوت هنا ده السكوير ويف اللي هي من زيرو لغايه في سي سي، وصلها بكاباستور ريزيستنس وكان تحت ريزيستنس في سي سي نفسها. فطبيعي ايه اللي هيحصل على النقطه دي؟ هتشوف حاجات رايحه من زيرو لغايه 2 في سي سي، صح؟ يعني دي كده طبيعي بتاعها في سي سي، اول ما دي تنزل او ما دي بتطلع هاي بتطلع معاها 2 في سي سي، واول ما تي تنزل تنزل لغايه ايه؟ زيرو. اللحظه اللي هتنزل فيها زيرو هي دي اللي هيحصل فيها الايه؟ التريجر. خلاص؟ اللحظه اللي هينزل فيها زيرو هي اللي هيحصل فيها ايه؟ التريجر. اكنك وصلت بين 2 بايه؟ بالجراوند. قبل كده كانت متوصله بفي سي سي عادي، لو انتوا فاكرين كان السويتش يا اما بيوصل بفي سي سي يا اما بيوصل بالجراوند، صح؟ انت طبيعي يا اما وصلها بفي سي سي او فيما اعلى فمش هيفرق. اول بس ما تنزلها للجراوند اكنك كنت دوست على الايه؟ الزرار اللي هو البوتن اللي كان مرسوم ده. ده كده الجيم بتاع المساله. انا هوسع بس الجزء اللي هناك، ماشي؟ حد بينقل الجزء ده؟ اداني برضه ان التايم ده الفريكونسي بتاعته 1 كيلو، يعني التايم بتاعه كام؟ 1 مللي، صح؟ التايم البريدك تايم بتاع التريجر هو هو البريدك تايم بتاع الاوتبوت بتاعي ولا لا؟ اتفقنا. حلو قوي. يبقى كده اول استنتاج ان الفريكونسي بتاعت الاوتبوت هتساوي فريكونسي التريجر، صح؟ اللي هي 1 كيلو. فبالتالي التايم اللي عند الاوتبوت البريدك تايم بتاعه هيكون بيساوي كام؟ 1 مللي سكند. نايس. احسب الاوتبوت هيقعد هاي قد ايه؟ التي هاي بتاعت الاوتبوت بتبقى كام؟ ار سي لين 3، صح؟ حلو. الار بقى المره دي هتبقى مين؟ الار زائد ار اكس لين 3، صح؟ لان انا حاطط ار معاها سيريس ثانيه ار، والار دي انا مش عارفها اللي هي الار اكس دي، صح؟ حلو قوي. الديوتي سايكل في الاوتبوت بتساوي كام؟ سي هاي على البيريد نفسها، صح؟ اللي هي ار زائد ار اكس، هنا كان في سي سي لين 3 على التوتال تايم. التوتال تايم اللي هو كان كام؟ 1 مللي سكند. حد متضايق لغايه النقطه دي؟ اوكي. هو قال لي الديوتي سايكل حاجتين، ليها مينيمم وليها ماكسيمم. المينيمم 11% والماكسيمم 70%. تقدر تستنتج لي امتى
يعني ايه القيمه بتاعه الار اكس اللي تخليها مينيمم وتخليها ماكسيمم؟ لو انا الاول عايز اخليها مينيمم احط الار اكس بكام؟ زيرو. عشان اخليها مينيمم احط الار اكس بزيرو. حلو قوي. ساعتها الديوتي سايكل هتساوي تي هاي على التي اللي هي 11% اللي هي بتساوي ايه؟ ار سي لين 3 على 1 مللي، صح؟ مفيش مجهول في الحته دي، دي ممكن تتشيك. لو حسبت ار سي لين 3 على 1 مللي هيطلع لك 0.11 فاش انون خلاص. تعالى بقى المشكله فين. لو انت عايز تماكسمايز الديوتي سايكل هتحط الار اكس كلها بكام؟ ار في. يبقى تاني كيس بوت الار اكس الماكسيمم اللي هو الار في بتاعها، يبقى الديوتي سايكل هتساوي 0.7 اللي هي ار زائد ار في سي لين 3 على 1 مللي. حد متضايق؟ طيب احسب الكلام ده. الترم انت خلاص معاك الار ومعاك السي ومعاك لين 3 ومعاك 1 مللي، ناقص لك الار في، صح؟ تقدر تجيب ار في ولا لا؟ تحسب ار في هتطلع لك 3.7 كيلو اوم خلاص؟ سوري 5.37 كيلو اوم خلاص؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ المسألة دي كان فيها حاجتين، أول حاجة الار دي حطها لي ار زي ما هي، حط معايا فاريبل ريزيستنس وعن طريقها بيغير التي هاي ان التي هاي تزيد او تقل. وتاني حاجه ما دخليش تريجر على طول زي ما احنا كنا متعودين ان هو بيبقى في سي وينزل حته بسرعه ويطلع، لا دخل سكوير ويف كتريجر وعداها على هاي باس فلتر. فالاوتبوت عند الهاي باس فلتر وانت طالع من زيرو لهاي بيطلع لك بوزيتيف ايه؟ جليتش كده، وانت نازل من الهاي للو بيطلع لك نيجاتيف جليتش كده. عند النيجاتيف جليتش هي دي اللي بتوصل ايه؟ للزيرو، هي دي لكنها التريجر بتاعك. وبما ان الشكل ده بيريدك فالاوتبوت بتاعك هيكون ايه برضه؟ بيريدك. الفريكونسي بتاعت الاوتبوت هي هي بتساوي الفريكونسي بتاعت ايه؟ التريجر. فده كان اول حاجه استنتجناها، فاستنتجت التايم بتاع الاوتبوت البيريدك تايم بتاعه. بعدين شفت التايم اللي بيشحن فيه الكاباستور ده هو ار زائد ار اكس سي لين 3. قال لي الديوتي سايكل بتساوي ايه؟ بتساوي تي هاي على التي توتال. التي هاي هيبقى بدلاله الار اكس، انا ما اعرفوش. وده البارامتر اللي هو ده ماكسمايز ومينمايز سي. لو انا عايز اجيب مينيمم ديوتي سايكل احط الار اكس بزيرو، لو انا عايز اجيب ماكسيمم ديوتي سايكل كنت احط الار اكس كلها بالايه؟ بالار في. تمام؟ عوض في القانون ده اجيب منه الار في. حد متضايق؟ سهله؟ خلصنا المساله. تعالوا ناخد ايه بقى؟ كيس ثانيه كده. حد بينقل ولا امسح؟ لا اني دي ولا دي؟ لا هو بيديك شكل الامبلمنتيشن الحقيقي، عشان انت في الحقيقه ممكن ما يبقاش عندك ويف بالشكل ده اللي هي بتنزل حته صغننه وبعدين تطلع تاني وتنزل حته صغننه وكده. ممكن يبقى عندك سكوير ويف طبيعيه، صح؟ بس صعب يبقى عندك دي. طب هو لو عايز يجنريت دي وهو ما هو عنده دي بس ما عندوش دي، فعايز يطلع دي يعمل ايه؟ بياخد دي ويعديها على هاي باس فلتر. هاي باس فلتر في الحقيقه تمام، فبطلع لك الشكل ده. سيبك من البوستر جليتش مش هتفرق معاك، لا بس الحاجه الوحيده فرقت معاك في الحاله ان الفريكونسي بتاع ده هو هو الفريكونسي بتاع الاوتبوت. اتفقنا؟ لو ده كان بيتكرر مره واحده بس كان الاوتبوت هيحصل مره واحده بس. ده بس الشكل عشان ما تتفاجئش بيه في الامتحان، ايه السي والار دي؟ لا ده هاي باس فلتر بس. حد مضايق حاجه تاني؟ اللي جاي بقى هنعمل ايه؟ هنحط استيبل بعده مونو ستيبل. اللي جاي هنحط استيبل بعده مونو ستيبل ونشوف ايه اللي هيحصل.
عمل ايه؟ الجزء ده كان فاكرين شكل الاستيبل صح؟ الجزء ده هو الاستيبل صح؟ اخد الاستيبل وصل الاوتبوت بتاعه وصله بايه؟ بالتريجر اللي هي بين 2. كل شويه اما تفضل هاي يا اما تنزل حته ايه؟ لو، بعدين يوصلها تاني ايه؟ هاي وهكذا. فبالتالي كده اللي داخل على بين 2 تريجر ده بيريودك ولا لا؟ بيريودك، فتتوقع ان الاوتبوت بتاع ده هيبقى بيريودك ولا لا هو كمان؟ طيب ده كده ده المونو ستيبل، الجزء المونو ستيبل اللي عندنا، وده الاستيبل. هكذا نفتكر الاستيبل كانت سي هاي بتاعه كام؟ ها؟ ماشي، في حاجه قبلها الارات كام؟ الكاباستور كان بيشحن في كام وكام؟ ار اي زائد ار دي سي لين 2 صح؟ حلو. والتي لو كان بيفرغ في مين بس؟ ار بي سي لين 2 صح؟ طيب كان التوتال تايم اللي هو تي هاي زائد تي لو بيساوي ايه؟ ار اي زائد 2 ار بي في سي لين 2 صح؟ طيب الديوتي سايكل بتاعته كانت بتساوي ايه؟ تي هاي على تي توتال اللي هي ار اي زائد ار بي على ار اي زائد 2 ار بي صح؟ وكنا اتفقنا اتفاق كده فيها ان الرقم ده عمره ما هيبقى يكون اقل من كام؟ من 50% صح؟ الرقم ده اكيد اكبر من كام؟ 50%. ليتس سي مثلا هيطلع بالشكل ده، ده الهاي وبينزل له حته صغيره ويطلع تاني الهاي. الاوتبوت ده ده اللي هو في اوتبوت ايه؟ 1 اللي هو طالع من اول ستيج، الديتو سايكل بتاعت في اوتبوت 1. ده بقى المونو ستيبل كان ايه القانون بتاعه؟ ملوش غير قانون واحد، التي اي بتاعته كانت كام؟ الار دي في السي في لين 3 صح؟ التايم بتاعه او الفريكونسي بتاعته هتساوي ايه؟ فريكونسي الاستيبل صح؟ حلو. فبالتالي التي بتاعته هتساوي ايه؟ التي بتاعت الاستيبل صح؟ اللي هي كام؟ ار اي زائد 2 ار بي في سي لين 2. الديوتي سايكل بقى في الاوتبوت بتاع المونو ستيبل يبقى التي هاي بتاعته على التي توتال صح؟ اللي هي كام بقى؟ تي هاي ار سي لين 3 على التي توتال اللي هي كانت كام؟ ار اي زائد 2 ار بي سي لين 2. حد متضايق؟ متنحين ليه؟ سهل ولا صعب؟ تاني عملنا ايه؟ وصلنا استيبل بعده مونو ستيبل. نركز، وصلنا استيبل بعده مونو ستيبل. استيبل كان دايما متعود يطلع سكوير ويف صح؟ حاجه بيريودك، هاي لو هاي لو هاي لو. خدت الاوتبوت البيريودك ده وصلته يكون التريجر بتاعي، فبين التريجر بقى بيريودك في المونو ستيبل الاوتبوت بتاعه هيكون هو كمان ايه؟ بيريودك. الاول جينا نحسب حاجات ده الاستيبل كده لوحده، ولا الحاجات القديمه كانت تي هاي بتاعتي اللي هي التايم اللي بيشحن فيه الكاباستور اللي هو ار اي زائد ار بي في سي لين 2، والتي التي لو كان التايم اللي بيفرغ فيه الكاباستور اللي هو كان ار بي عشان كان بيفرغ في ار بي بس في سي لين 2. فالتوتال تايم بتاع الجزء ده كان ايه؟ ار اي زائد 2 ار بي سي لين 2 تمام؟ ده البريودك تايم بتاع اول جزء. والديوتي سايكل بتاعته كانت ايه؟ بتساوي تي هاي على التي بتاعته اللي هي ار اي زائد ار بي على ار اي زائد 2 ار بي. كل ده كان بتاع اول حاجه خدناها خالص في الاستيبل، واتفقنا ان التوبولوجي دي دايما بتطلع لي ديوتي سايكل اعلى من 50% صح؟ ليتس سي ده كان شكل الفي اوتبوت 1 اهو، الهاي اعلى شويه من اللو يعني. في اوتبوت 1 ده هيدخل هيبقى كانه ايه؟ التريجر بتاع تاني ستيج اللي هو النقطه دي كده، النقطه دي هيبقى عليها في اوتبوت 1 اللي هو بينزل كده ويطلع وهكذا. وده التي بتاعته جبناها خلاص. فاتفقنا كده اتفاق. قلنا التي اللي بتطلع لي في المونو ستيبل هي التي بتاعت مين؟ تريجر. الفريكونسي اللي هتطلع هنا هي الفريكونسي بتاعت ايه؟ التريجر. طيب اهو، فانا قلت ان التي بتاعته هي بتساوي التي بتاعت الاستيبل اللي هو بتاع التريجر اللي جاي لي بقى من الاستيبل اللي هي كانت بتساوي ايه؟ ار اي زائد 2 ار بي سي لين 2. طب التي هاي نفسها بقى بتاعت المونو ستيبل كانت بتساوي ايه؟
ار سي لين 3 التايم اللي هيفضل فيه هاي. طيب بما ان كده خلاص معايا السي هاي بتاعته اللي هي ار سي لين 3 ومعايا التوتال بيريودك تايم بتاعه اللي هو بتاع الاستيبل بتاعه الستيج اللي قبله، اقدر اجيب الديوتي سايكل بتاعه الاوتبوت ده صح. بس ده كل اللي عملناه. حد عنده مشكله عشان في مسألة على الكلام ده في الشيت؟ نخش في المسألة؟ حد عنده سؤال؟ حد متضايق؟ هو كان ان التي هاي بتاعت الاستيبل تبقى اكبر من التي هاي بتاعت الاستيبل صح؟ ثانية التي هاي ايه قول تاني كده؟ التي هاي بتاعت الاستيبل عشان قصدك ما يبقاش بندوس تريجر وهو التاني نزل له صح؟ ما بيحصلش اللي هي اللي هي الست اللي مش فاليد، ان انا اصلا يكون طلع هاي وخلاص عايز ينزل له انا لسه دايس على الزرار. لازم دي بتبقى قصيره ولازم دي هي الكبيره. عشان كده ملوش علاقه. هنا مفيش هاي باس فلتر. عشان في الحقيقه بنحط هاي باس فلتر عشان فاهم بيطلع لي سبايكس صغننه جدا. ممكن اسيب لكم الجزء الثاني تنقله. مسألة رقم 14. بصوا بقى المره دي عمل حركه جامده كده اول مره نشوفها بقى. بصوا بقى المساله دي، المساله دي مساله رقم 14 في شيت بتاع الثلاث خمسات. تعالوا بس كده نشوف اول جزء ده معناه ايه. بصوا كده مع بعض، اول جزء ده كده معناه ايه؟ حد عارف اول جزء ده شغال ازاي؟ نركز كده مع بعض. تاني جزء سهل صح؟ تاني جزء واضح ان هو موصل لي الاثنين دي بحاجة متوصلة باي باس فلتر، فواضح انها زي تريجر، وستة وسبعة متوصلين بكاباستور، وهنا ار للفي سي سي، فواضح ان ده شغال ايه؟ مونو ستيبل صح؟ فده سهل وده مونو ستيبل واضح. الاولاني بقى ده ايه؟ عرفت منين؟ خدته في المحاضرة؟
حلو قوي. الاولاني ده فعلا ده استيبل والديوتي سايكل بتاعته 50% فعلا. بس عايزين نفهم بس شغال ازاي عشان لو في ناس مش فاهم. احنا الاستيبل كنا في طبيعي بنعمل ايه؟ بنوصل 2.6 بالكاباستور، بنوصل من النقطه دي بنشحن بالريزستور ار اي وار بي لغايه دي سي سي صح؟ ولما كنا بنحب نفرغ كنا بنفرغ في ار بي لغايه الجراوند. ايه بقى اللي حصل في النقطه دي؟ يعني الكاباستور بدل ما كان بيوصل لغايه في سي سي او لغايه جراوند خليناه يوصل بايه؟ خليناه يوصل برضه شويه ريزيسترز بس خليناه يوصل بالاوتبوت نفسه. فرق في حاجه؟ فرق في حاجه؟ مش الاوتبوت ده يا جماعه بيطلع ما بين في سي سي وزيرو صح؟ صح ولا لا؟ حلو. يعني انا شويه هكون موصل الكاباستور ده عن طريق ريزيستنس لغايه في سي سي وشويه هكون موصله عن طريق ريزيستنس لغايه الجراوند صح؟ اكني برضه ايه؟ كنت قاعد اشحن وفرغ الايه؟ الكاباستور ده صح؟ فده هيبقى شغال فعلا اكنه ايه برضه؟ استيبل. تعالوا كده نشوف الاوبريشن بتاعته شغاله ازاي. ده كده اول واحد، اول واحد قلنا شغال ايه؟ استيبل. انيشيالي كده لو الفولت اللي على الكاباستور بزيرو يعني بين 2 كانت بزيرو ايه اللي هيطلع؟ انيشيالي كده لو ده قلنا الفي كاب وده الفي اوتبوت، في اوتبوت 1 اللي هي النقطه اللي هي متوصل بيها دي في اوتبوت 1، لو انيشيالي كان الكاب بزيرو ايه اللي هيحصل؟ بين 2 هتكون بالجراوند صح؟ معناها هتحط السيت بهاي صح؟ السيت هتبقى بهاي والار هتبقى بزيرو. كاباستور اول ما السيت بهاي والار تبقى بزيرو الاوتبوت يطلع ايه هو كمان؟ هاي صح؟ حلو قوي. اول ما الاوتبوت يطلع هاي هيلاقي نفسه بيحصل ايه؟ الريزيستنس دي متوصله بالكاباستور ومتوصله بنقطه في سي سي، الكاباستور ده يبتدي يحصل له ايه؟ يبتدي يشحن صح؟ ابتدى يشحن 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 لغايه ما الكاباستور وصل 2 على 3 في سي سي، ايه اللي حصل بقى عند النقطه دي؟ الار هتبقى هي اللي هاي والسي هتبقى بايه؟ والاس بزيرو صح؟ اول ما يحصل الكلام ده هتلاقي ان الكاباستور ابتدى عامل ايه؟ يفرغ. ليه بقى يفرغ؟ عشان اول ما بيحصل النقطه دي الاوتبوت بينزل ايه؟ لزيرو صح؟ فلقى نفسه ان النقطه دي بقت جراوند وهنا الكاباستور كان مشحون ومتوصل عن طريق الريزيستنس لغايه الجراوند، فالكاباستور ابتدي يحصل له ايه؟ ابتدي يفرغ 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 لغايه ما يوصل لغايه فين برده تاني؟ تلت الفي سي سي، يلاقي نفسه ايه اللي حصل عند النقطه دي؟ الست طلعت هاي والريست بقت بزيرو، فايه؟ يبتدي يشحن تاني وهكذا. خلاص؟ وساعتها الاوتبوت برده ايه؟ يبقى هاي. فهو اكنه بيشحن ويفرغ عن طريق مين؟ الاوتبوت. تعالى بقى نشوف حاجه، هو بيشحن عن طريق اني ريزيستنس؟ ده كان بوتنشيومتر خدت منه التيرمينالز ده وده وسميتهم ار اكس. بيشحن عن طريق مين؟ التي هاي بتاعتي كام؟ ار اكس زائد ار في سي لين 2 صح؟ طيب والتي لو بتاعتي كام؟ برضو بفرغ عن طريق الار زائد ار اكس صح؟ انا واخد نفس السكه رايح جاي، يا اما بشحن كده لو الفي سي سي يا اما بفرغ كده لو اوتبوت كان ايه؟ جراوند. لقيت ان التي هاي هتساوي التي لو صح؟ فبالتالي الديوتي سايكل هتساوي كام؟ 50%. التي توتال، التي توتال هيساوي كام؟ توتال تايم اجمع ده وده هيطلع لك 2 ار زائد ار اكس في سي لين 2. حد متضايق؟ فهمتوا؟ ايه اللي حصل في الاوبريشن دي؟ الاول لو النقطه دي كانت بزيرو والنقطه دي كانت لسه في الاول بزيرو خلاص ايه اللي هيحصل؟ بين 2 بقت بزيرو فيبتدي يطلع السيت هاي، النقطه دي تبتدي تطلع في سي، اول ما تطلع في سي الكاباستور يبتدي ايه؟ يشحن 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 لغايه ما يوصل لاقصى حاجه اللي هي 2 على 3 في سي، الريست تنزل الريست تطلع هاي والست تنزل زيرو فالاوتبوت يبقى بزيرو، فالسكه دي تبقى متوصله بايه؟ بالجراوند، فالكاباستور يبتدي ايه؟ يفرغ 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 لغايه ما يوصل ايه؟ تلت في سي، اول ما يوصل تلت في سي سي السيت يطلع هاي فالاوتبوت يطلع هاي، فالاوتبوت طلع هاي الكاباستور يبتدي يشحن ايه تاني؟ لغايه ايه؟ 2 على 3 في سي سي وهكذا، يطلع نفس الشكل عادي بالظبط بس الديوتي سايكل ايه؟ 50%. سهله؟
حد مش مقتنع؟ تمام. ده كده كان اول جزء. وطلعنا منه بحاجتين، ان دي سايكل 50% وان التوتال تايم هو 2 تايمز ار زائد ار اكس سي لين 2. ما هو في شيت اصلا ما قالكش ده ستيبل ولا مونو ستيبل. انت اتفاجئت ليه؟ يعني ايه ده ممكن يجيب لي؟ طيب ما انت ده اللي قلناه. بص عملنا ايه؟ ده كنا عارفين مونو ستيبل صح؟ ده شكل المونو ستيبل المعروف، هو 6 و7 كاباستور وريزيستنس لغايه في سي و2 داخل عليها تريجر. ما فيهاش اي حاجه صح؟ ده مونو ستيبل واضح. المشكله كانت في ده. طب انت ما تعرفش شغال ازاي؟ تقعد تعمل ايه؟ تبتدي تشوف الاوبريشن، تشوف هتقسيم الاول الكاباستور كان عليه زيرو، ايه اللي هيحصل؟ مشينا بالسيكونس اهو، عملنا اسيوم ان الكاباستور ابتدى من زيرو، لقينا ان الاوتبوت هيطلع هاي، فالكاباستور ابتدى يشحن، بعدين وصل اقصى حاجه. بالظبط، هتلاقي ان الشكل ده بيريدك، فتعرف ان هو ايه؟ استيبل. خلاص؟ هسيب اخر سطرين عشان هنستخدمهم بعد كده. دي كده كانت قوانين الاستيبل عشان هنستخدمها دلوقتي. تاني جزء كان ايه بقى؟ مونو ستيبل صح؟ حلو قوي. اتفقنا الفريكونسي بتاعت المونو ستيبل هتساوي ايه؟ الفريكونسي بتاعت الاستيبل صح؟ يعني التي بتاعت الفي اوتبوت اللي في الاخر خالص اللي هو ده اللي هو بتاع المونو ستيبل هتساوي ايه؟ 2 ار زائد ار اكس سي لين 2 صح؟ البريدك تايم بتاع الاوتبوت ده يساوي نفس البريدك تايم بتاع الايه؟ الاوتبوت ده. ايه اللي حصل بعد كده؟ عايز احسب التي هاي بتاعت الشكل ده. تي هاي بتاعت المونو كانت بتساوي ايه؟ ار 1 سي 1 لين 3. حلو قوي. عايز احسب الديوتي سايكل عند الاوتبوت بتاع المونو، الديوتي سايكل بتاعت الاوتبوت عند المونو مونو ستيبل، ها بتساوي ايه؟ التي هاي دي على التوتال تايم صح؟ حلو، اللي هي بتساوي ار 1 سي 1 لين 3 على 2 ار زائد ار اكس سي لين 2 صح؟ جميل. الديوتي سايكل دي ايه الحاجه المتغيره الوحيده اللي فيها؟ ار اكس صح؟ لان الار هو مديني قيمتها والار 1 والسي 1 هو كل ده مديني قيمه، كان ناقص مين؟ يعني هو كان مديني الار 1 ب 10 كي والسي كانت ب 0.1 مايكرو و الار ما كانتش معروفه برضه، السي دي كانت معروفه ب 0.1 مايكرو برضه. تمام؟ ار في مش معروفه. لا دي مش مهمه، دي ما بتفرقش معايا في حاجه. يبقى انا الحاجه الوحيده اللي كنت عايز اسيبها الار والار في نفسها. تمام؟ ده كان الانون الوحيد اللي عندي الار والار في نفسها اللي هما الاثنين دول اللي هو ده وده. لو قال لي ان الديوتي سايكل اداني اثنين فاليوز ليها، قال لي ديوتي سايكل مينيمم 20 وماكسيمم 80، اعمل ايه؟ لو انا عايز اجيب مينيمم ديوتي سايكل احط الار اكس بكام؟ مينيمم احط الار اكس باقصى قيمه صح؟ اللي هي كام؟ ار في. لو انا عايز اجيب الماكسيمم ديوتي سايكل فاحط الار اكس باقل قيمه اللي هي كام؟ زيرو. عندك اثنين ايكويشنز في اثنين انون تعرف تجيب الار والار اكس صح؟ الار والار في سوري. خلاص؟ تعالوا كده نكتبهم، خلصتوا اللي تحت صح؟ يبقى لو انا عايز اجيب مينيمم ديوتي سايكل مينيمم دي اللي هي 0.2 بوت ار اكس ايكوال ار في، يبقى الايكويشن بتاعتك
ار 1 سي 1 لين 3 على 2 ار زائد ار في هتساوي سي لين 2. الكلام ده بيساوي 0.2. طيب لو انت عايز تجيب ماكسيمم ديوتي سايكل اللي هي 0.8 بوت الار اكس بتساوي ايه؟ 0. فهيطلع لك ان ار 1 سي 1 لين 3 على 2 ار سي لين 2 يساوي 0.8. هتروح في دي الاول تجيب الار نفسها بما ان هي فيها انون واحد بس. بعد ما تجيب وتروح تعوض ايه في الثانيه تجيب مين؟ الار في. مديك ار 1 مديك كام ديوتي سايكل. خلاص؟ حد عنده مشكله في المساله دي؟ يبقى المساله دي والفكره اللي قلناها اللي فاتت كانت بتعتمد على حاجه واحده. تايم بتاع تاني ستيج اللي هو المونو ستيبل البريدكت تايم بتاعه بيعتمد على البريدكت تايم بتاع مين؟ اللي قبله. عرفت تحسب البريدكت تايم بتاع اللي قبله حليت المساله. خلاص؟ حلو قوي السؤال ده. السؤال ده احنا برضه قلناه المره اللي فاتت. السي مع الار ده كان هاي باس فلتر صح؟ يعني ده الاوتبوت لو من زيرو لغايه في سي سي وكان النقطه دي الريزيستنس بتوصلها في سي كان بيحصل ايه؟ الدي سي بتاعها في سي سي، يا اما بتطلع سبايك لغايه 2 في سي سي يا اما بتنزل سبايك لغايه الزيرو صح؟ هو بقى عمل ايه؟ راح حط دايد بارلل مع الكلام ده. ليه بقى؟ مش الدايد بيبتدي يشتغل اول ما الانود بيبقى اعلى من الكاثود صح؟ يعني اول ما النقطه دي تبتدي تزيد عن في سي توصل السبايك تعلى عن في سي تبقى 1.2 في سي مثلا يشرد ده صح؟ فيروح عامل ليميتنج للسبايك دي فتبقى كانها مش موجوده او تطلع حاجه بسيطه قوي ايه وتنزل يعني. خلاص؟ كانها مش موجوده خالص. بيليمت بيكلامب الكلام ده. ما خدتوش انتوا الموضوع ده بالكليبنج والحاجات دي تقص الاوتبوت؟ هو يجي حط كده بس دايد عشان يخلي الاوتبوت يا اما في سي يا اما بينزل زيرو بدل ما كان فيه سبايك بتطلع لغايه ايه 2 في سي سي. قلناها المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين. حد عنده مشكله في ثلاث خمسات قبل ما نقفلها؟ ممكن اقول لكم حد عنده سؤال قبل ما نقفلها؟ كده الحمد لله احنا خلصنا شرح الثلاث خمسات مونو ستيبل واستيبل وحطينا الاثنين ستيجز مع بعض وكل الكلام ده. تعالوا ندخل شويه في الفيكونسي ريسبونس بقى. حلو. هو دلوقتي احنا متفقين ان الار اكس دي قيمه من البوتنشيومتر يا اما هتبقى زيرو يا اما الماكسيمم بتاعه صح؟ لو انا عايز اجيب ماكسيمم ديوتي سايكل هعمل ايه؟ ماكسيمم ديوتي سايكل يعني انا عايز الترم اللي هو الدينومينيتور صغير قوي صح؟ حلو. فحط الار اكس بكام؟ زيرو صح؟ ما هي الار اكس ليها دومين من زيرو لغايه ار في البوتنشيومتر يا اما اقصى حاجه يا اما زيرو صح؟ طب انا عايز بقى مينيمم ديوتي سايكل عايز ماكسمايز الدينومينيتور صح؟ فحط الار اكس باقصى قيمه اللي هي ايه؟ ار في. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ مرضي؟ عم صح خلاص ولا حد بينا؟ هنعمل بقى في الفريكونسي ريسبونس ايه؟ عايزين بس نفهم يعني مع بعض ايه البول وايه الزيرو ده بعدين نشوف ازاي بنرسم الفريكونسي ريسبونس مع الفريكونسي. تمام؟ جيفن شويه بولز وشويه زيروز بعدين نشوف
السنجل بول امبليفاير اللي هو الامبليفاير الطبيعي اللي انتوا كنتوا اخدتوه زي قبل الميد تيرم كده، ونطلع البول بتاعه ونشوف الجين باندز. ده اللي عايزين نعمله بس النهارده في الفريكونس ريسبونس. خلاص كده نبتدي بمفهوم يعني ايه بول ويعني ايه زيرو. لو انا عندي ترانسفير فانكشن اسمها اتش اوف اس، تمام، الاس دي اللي هي جي اوميجا، خلاص. يعني عندي الترانسفير فانكشن بتاعتي، يعني ايه ترانسفير فانكشن؟ يعني الاوتبوت على الانبوت بتاع اي سيستم. الكلام ده جنرال لاي سيستم، حاجه كنترول، يعني حاجه ملهاش علاقه بالالكترونكس بس، ده حاجه وايد يوزد في كل الحاجات. لان انت عندك سيستم تقدر تعمل له حاجه اسمها ترانسفير فانكشن. يعني ايه؟ يعني الاوتبوت على الانبوت، كل انبوت هتدخله الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي. الكلام ده ممكن يبقى فانكشن في الفريكونسي، تمام، زي ما احنا شوف هتشوفوا كده الامبليفايرز كل ما الفريكونسي بتعلى كل ما ممكن تلاقي الجين ايه عمال يموت كده. يعني ممكن لما غايه توصل 10 جيجا تلاقي الامبليفاير الجين بتاعه خلاص يا عيني نزل لغايه زيرو. لكن وانت شغال عند لو فريكونسي تلاقي الجين عالي قوي. طب ايه اللي حصل؟ لقيت ان الجين فانكشن في الفريكونسي، السيستم بتاعك الاوتبوت على الانبوت كان فانكشن في الفريكونسي. فعشان كده بيحسبوا حاجه اسمها ايه ترانسفير فانكشن. بتتحسب حاجه بدلاله اس، الاس دي اللي هي جي اوميجا، جي اللي هي الايماجري والاوميجا اللي هي الفريكونسي اللي هي 2 باي اف. طيب الفي اوتبوت على الفي انبوت، قال لك عندك حاجه اسمها بول وعندك حاجه اسمها ايه؟ زيرو. الزيرو ده اللي يخلي الاتش اوف اس نفسها بزيرو، اللي هي لما يكون الفي اوتبوت ايه؟ بزيرو. اللي هي يكون الفي اوتبوت بزيرو. طيب ايه بقى البول؟ البول ان الدينومينيتور ده نفسه يكون بايه؟ بزيرو. ان هو الفي انبوت يكون ايه؟ جاي من ان انت بتساوي الدينومينيتور ده ايه؟ بزيرو. يعني ده كده الدينومينيتور بزيرو وده النيوميريتور هو ايه؟ اللي بزيرو. خلاص؟ حد متضايق؟ قال لي بقى لما هاجي ارسم البول والزيرو في الفريكونسي ايه اللي هيحصل؟ خلينا نتفق ان احنا لو انا مثلا عندي، عارفين اللوج سكيل اخدتوه صح؟ ولا ما عداش عليكم؟ اخدتوه صح؟ تعالى بس نراجع كده عليه بسرعه. ده حاجه اسمها لوجاريتميك سكيل، حاجه اسمها لوجاريتميك سكيل. ايه بقى اللوجاريتميك سكيل ده؟ اللينير سكيل عادي اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو 1 2 3 4 5 او بيبقى 5 10 15 20، ده اللينير سكيل عادي بتاعي. اللوجاريتميك سكيل ما بيبقاش كده، بتلاقي ماشي 10 بعدين بيعمل ايه؟ 10 باور 2 بعدين 10 باور 3 10 باور 4 10 باور 5 and so on. خلاص؟ لو انت جيت اخدت لوج الكلام ده هيطلع لك ايه؟ 1، مش اللوج يا جماعه بيدخل بينزل الباور صح؟ ولوج ال10 كانها مش موجوده. 1 هيطلع لك هنا 2 3 4 5، ده لو عملت ايه؟ لوج للايه؟ للاكس. لو دي كانت الاكس فانت عملت لوج للكلام ده هيطلع لك ايه الفاليوز دي. حد متضايق؟ جرب كده تضرب على الكالكوليتر اللوج بتاع 10 باور 2 هيطلع لك 2، اكنك ال2 نزلت جنب اللوج وتبقى لك لوج تاني اللي هي ايه؟ 1. نفس الكلام 4 10 باور 4 هتلاقيها هي طلعت 4، 10 باور 5 تلاقيها طلعت 5 لما تدخلها على اللوج. ده كده اول حاجه، ده السكيل بتاعي. في كده حاجه ثانيه برضه، الامبليتيود بتاعي بيتحسب ازاي؟ ليتس سي مثلا انا عايز احسب الفي اوتبوت على الفي انبوت بحاجه اسمها دي بي. اخدتوا الكلام ده ولا لا؟ كنتوا بتحسبوه ازاي؟ بسرعه كده نراجع القوانين. 20 لوج ها في اوتبوت على الفي انبوت صح؟ جميل، يطلع لك دي بي. حد متضايق من الحاجتين دول عشان قبل ما نخش قبل ما نبتدي نرسم الكلام ده؟ امسح
تعالوا نشوف بقى لما يجي لي في ترانسفير فانكشن 0 او بول هيترسم ازاي. هنتعلم بس الاول نرسم الترانسفير فانكشن، بعدين هنخش نطبق ايه على الامبليفايرز وكده. اول حاجه البول، البول اللي هو بيجي فين؟ في الدينومينيتور، يعني يظهر لك في الدينومينيتور تحت كده يظهر لك ايه؟ 1 زائد اس على اوميجا بي. اوميجا بي ده اللي هو بيبقى مقسوم على الاس، يعني لو كمثلا 1 بلس اس على 10 باور 3 مثلا، فالاوميجا بي تبقى بكام؟ 10 باور 3. تمام؟ اوميجا بي والكلام دي في الاخر هتطلع شويه ارقام، يعني الاس هي الجي اوميجا نفسها. لو طلع لك بول بالمنظر ده، ايه اللي بيحصل بقى للترانسفير فانكشن كماجنتيود وكفيز؟ حد يقول يا جماعه انتوا شخدتوا الكلام ده؟ اول ما بيحصل بول ايه اللي بيحصل في الماجنتيود؟ الماجنتيود بينزل بسلوب كام؟ 20 دي بي، صح؟ يعني ده كده الماجنتيود بتاعه بينزل عند الاوميجا بي، بيبتدي ينزل ايه؟ بسلوب نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيت، صح؟ حلو قوي. طب الفيز ايه اللي بيحصل فيه؟ ده كده الماجنتيود. الفيز ده بيحصل له ايه بتاع ترانسفير فانكشن؟ بينزل ماينس 180، صح؟ وعند النقطه بينزل ماينس 90، عند النقطه نفسها بيبقى كام؟ هو هينزل نيجاتيف 90 في الاخر، عند النقطه نفسها بيبقى نزل كام؟ النص. حلو قوي. يبقى انا كده هسيوم ان الفيز بتاعي كان بزيرو اصلا، يعني عند الاوميجا بي هكون الفيز بتاعي كام؟ 45. يعني النقطة دي تكون 45. وبعدين كمان شوية هكون نزلت لغاية كام؟ 90. خلاص؟ فالفيز بتاعي يبقى ايه؟ بالمنظر ده. حد متضايق؟ قال لي النقطة اللي بيسيتل عندها الفيز أول وآخر لو دي اسمها أوميجا بي، فهو بيوصل لنيجاتيف 90 عند حوالي 10 أوميجا بي، بيبقى هنا عند حوالي 0.1 اوميجا بي. خلاص؟ اللي هو بيبتدي من يعني بيبتدي ينزل عند 0.1 اوميجا بي، عند الاوميجا بي نفسها يكون وصل لايه؟ للماينس 45، عند 10 اوميجا بي يكون وصل لغايه كام؟ ماينس 90. خلاص؟ بينزل بشكل سموث كده. قبلها لو قبلها على اللوجاريثميك سكيل، لو خدت لوج الكلام ده، يعني ليتس سي الاوميجا بي دي كانت، ليتس سي اوميجا بي دي كانت 10 كي، او خليها حتى 10 هرتز، رقم 10 عشان يبقى سهل. 10 اوميجا بي هتبقى 100، صح؟ او دي خليها 100 ودي خليها 1000 واللي قبلها هتبقى 10، صح؟ اللي هي 0.1 بتاعتها. تعالى لو جبت بقى لوج الكلام ده يبقى 2، صح؟ لوج الكلام ده يبقى كام؟ 3. لوج الكلام ده يبقى كام؟ 1. يعني لو انت بترسم على لوج سكيل 1 2 3، لو انت هتنزل عند 2 فعند 3 بتكون وصلت لاقصى حاجه، وعند الواحد بتكون بتبتدي ايه؟ تنزل. خلاص؟ هنشوف هنرسم الكلام ده، لسه هناخد اكزامبل يعني. ده كان اول جزء البول. تعالى ناخد الزيرو هيبقى شكله عامل ازاي؟ الزيرو عندنا منه نوعين. أول نوع يظهر لك في النيوميريتور 1 بلس اس على أوميجا زد. شكل الماجنتيود بتاعه إيه وشكل الفيز إيه؟ الماجنتيود بتاع الزيرو إيه بقى اللي بيحصل؟ بدل ما بينزل ب 20 دي بي هيطلع إيه؟ ب 20 دي بي. يبقى الزيرو يطلعني. والبول ينزلني. طب الفيز بقى، ده الماجنتيود. ده الفيز. الفيز بتاع الليفت ده بيسموه يا جماعه ليفت زيرو، اللي هو 1 بلس اس على اوميجا زد. الفيز هيحصل له ايه بقى؟ هيزيد برده كام؟ 90، وعند النقطه نفسها هيكون وصل لغايه كام؟ 45. 45 اهو. قبلها عند ال 0.1 يكون لسه بزيرو، وعند ال 10 اوميجا زد يكون وصل لغايه كام؟ 90.
وعند النقطة نفسها يكون في النص اللي هو ايه؟ 45. حد متضايق؟ تعالوا ناخد النوع الثالث. زيرو برضه بس على شكل 1 بلس 1 ماينس اس على اوميجا زد. الماجنيتيود بتاعه زي اللي قبله بالظبط. يعني لو جالي عند فريكونسي اوميجا زد جه الزيرو ده فهتلاقي الماجنيتيود زاد بسلوب 20 دي بي لكل ديكيد. طب الفيز بقى هيحصل له ايه؟ هينزل بدل ايه؟ ما هيطلع. هينزل بدل ما هيطلع، يعني لو ابتدى من الزيرو عند الاوميجا زد يكون وصل لغايه كام؟ نيجاتيف 45. وعند 10 اوميجا زد يكون وصل نيجاتيف 90. وعند ال 0.1 اوميجا زد يكون لسه هيبتدي ايه؟ ينزل. يبقى شكله ايه؟ بالمنظر ده. حد متضايق؟ سهله؟ احنا خدنا ثلاث اشكال. البول الماجنيتيود بتاعه دايما بينزل بنيجاتيف 20 دي بي لكل ديكيد، والفيس بينزله ايه؟ 90. بيبتدي ينزل من عند 0.1 بيخلص نزول عند ال 10، وعند النقطه نفسها بيكون النص اللي هو ال 45. الزيرو النوعين كانوا بيطلعوا الماجنيتيود، عند تبتدي من عند الاوميجا زد يبتدي الماجنيتيود يطلع بسلوب كام؟ 20. سواء ده او سواء ده، الاختلاف كان في الفيز. لما يجي لك الشكل ده الفيز يبتدي يزيد بايه؟ 90 درجه. عند النقطه نفسها يبقى وصل 45، عند ال 0.1 يكون لسه عايز يبتدي يزيد، وعند ال 10 يكون ايه؟ وصل لل 90. ده نفس الكلام بس بالماينس. عند النقطه نفسها يكون نيجاتيف 45، عند ال 10 اوميجا زد يكون وصل نيجاتيف 90، وعند ال 0.1 اوميجا زد يكون لسه عايز يبتدي ايه؟ ينزل. حد متضايق لغايه ما قلنا الكلام ده؟ في سؤال؟ لا ده مش هيحصل. مش هيحصل لانه في الحقيقه ده هيبقى ريل بول والسيستم ده يبقى كارثه. مش هتحصل. عمرك ما هتشوف سيستم فيه 1 ماينس اس على اوميجا بي، ده معناه ريل بول. السيستم بتاعتنا ما فيهاش ريل بول. انت لو ملاحظ ان اس على اوميجا بي دي لما هتجيبها اس دي ايه اللي هيحصل؟ اس هتبقى برقم نيجاتيف صح؟ صح ولا لا؟ 1 بلس اس على اوميجا بي، فالاس لو سويت الكلام ده بزيرو ايه اللي هيحصل؟ تبقى الاس نيجاتيف اوميجا بي صح؟ حلو. فده بيسموه ليفت هاف بلين عشان جاي في الجزء النيجاتيف. لو في الجزء البوزيتيف اسمه رايت هاف بلين بول، وده ما ينفعش. الزيرو ممكن، الزيرو ممكن يبقى فيه ليفت وفيه رايت مش بيأذيني، لكن البول ممكن يخلي لك السيستم ان ستيبل. خلاص؟ فانت اللي عليك في الكورس بتاع الالكترونكس يعني عامه ان البول دايما هيبقى ايه؟ ليفت. ما اعتقدش ان انتوا شفتوا في محاضرات اي بول كان رايت صح؟ ما حصلتش صح؟ في الزيرو النهارده هيكون جيفن اصلا شكل ترانسفير فانكشن عايزين نتعامل معاه ونرسمه. من الليكتشر الجايه او التيوتوريال الجاي، انتوا خلصتوا الكلام ده في الليكتشر صح؟ يعني التيوتوريال الجاي بقى من انتوا خلصتوه في الليكتشر هنبتدي نستنتج التوبولوجيز الزيرو بيجي ازاي والبول بيجي ازاي. خلاص؟ وبقى هنلاقي فيه فعلا زيرو فيه علامه النيجاتيف وزيرو ما فيهوش علامه النيجاتيف والكلام ده. ده من المره الجايه. هنبتدي نرسم بقى الكومن سورس بتاعنا والكلام ده ونبتدي نستنتج البول والزيرو بتاعه. بس البول دايما دايما هيطلع ان هو ايه؟ بالمنظر ده، ما ينفعش يبقى رايت هاف بلين بول. هيبقى الجيم مثلا ماشي وجالك بول فهتنزل بسلوب 20. اني زيرو؟ هتستخدم الاثنين عادي، ايه المشكله؟ ما هو على حسب الاشاره، هي 1 بلس اس على اوميجا زد هي ما ده دي حاجات ستاندرد، يا اما 1 بلس اس يا اما 1 ماينس اس. خلاص؟ تعالى ناخد رابع شكل. فيها بس مشكلة لغاية دلوقتي؟ ناخد رابع شكل.
فبقى شكل اللي هو اسهل شكل تقريبا ان يجي لك في النيوميريتور شكل اس بس كده. فدي برضو زيرو. يعني بدل ما يجي لك اس 1 ماينس اس على اوميجا زد او 1 بلس اس على اوميجا زد زي الشكل ده او الشكل ده، ممكن يجي لك اس عادي كده في ترانسفر فانكشن في النيوميريتور. دي تبقى زيرو. قلنا الزيرو دايما الماجنيتيود بتاعه بيبقى كام؟ بيزيد ب 20 دي بي بير ديكيت صح؟ بس المره دي مفيش اوميجا زد فهيبتدي يزيد من اول كام؟ لا هو بيبقى طالع اصلا كده عند الزيرو بيكون ايه؟ طالع ب 20 دي بي بير ديكيت. خلاص؟ يبقى عند لما بيبتدي يكروس كده اصلا هو بيكون بايه؟ بيعدي بالنقطه دي 20 دي بي ايه؟ بير ديكيت. خلاص؟ ايه؟ لا هي عندها بالظبط. عند الاوريجن كده بالظبط يبتدي ايه؟ طالع بسلوب 20 دي بي بير ديكيت. خلاص؟ ده ايه؟ ده الماجنتيود. الفيز بقى. الفيز هل هيبتدي يتحول عند نقطه ولا هيكون ديفولت بحاجه؟ هيكون ديفولت بحاجه، ديفولت ب 90. خلاص؟ ايه؟ لا مش يعني ماشي يعني ممكن، بس هو ما مش موجود في بلين اصلا معين، هو موجود عند الزيرو يعني هو صح اس بزيرو. خلاص؟ فده لما يجي لك زيرو بالمنظر ده اس بس كده في النيوميريتور هتلاقي ترسم الماجنيتيود بتاع فريكونسي ريسبونس ان هو بيزيد 20 دي بي دي بي بير ديكيد ومعدي ايه بالاوريجن، والفيز هو داخل اصلا اوريدي بايه؟ ب 90. حد عنده مشكله في الاربع اشكال دول قبل ما نبتدي نحل؟ لا ده اللي هنتعامل بيه. لا هي دخلت الفيكونسي اصلا، انت هترسم فيكونسي بالنيجاتيف طيب ولا ايه؟ يعني مش ممكن تجي اس سكوير ولا اس. حلو حلو، لسه هنقول لسه هنقول. كل حاجه بقى من الاشكال دي لو اتعملها سكويرنج ايه اللي هيحصل؟ بالظبط، واحده واحده. لو كل شكل من الاشكال دلوقتي اتعمل له سكويرنج، ليت سي الاس لو بقت اس سكوير بدل ما كان بيطلع ب 20 هيطلع بكام؟ 40. والفيز بدل ما كان 90 180. حلو. ده بدل ما كان بينزل ب 20 هينزل بكام؟ 40. وبدل ما كان بينزل نيجاتيف 90 هينزل كام؟ 180. ليتس سي ده بدل ما كان بيطلع ب 20 هيطلع بكام؟ 40. وده ما كان بدل ما يوصل 90 هيوصل كام؟ 180. ده برضه كان هيطلع ب 40 وده كان هيوصل لغايه كام؟ نيجاتيف 180. خلاص؟ طب سؤال، لو جالي بول بعده زيرو، يعني مثلا لو انا او زيرو بعده بول، لو انا كده كان عندي اوميجا زد وبعدين عندي اوميجا بي، ايه اللي هيحصل؟ عند الاوميجا زد هبتدي ازيد صح؟ حلو، هبتدي ازيد 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 لغايه ما وصلت عند الاوميجا بي هيحصل لي ايه؟ هثبت صح؟ لان انا كنت هنا طالع ب 20 وده ماينص لي 20 فرجع ايه؟ كونست. خلاص؟ سهله؟ ونفس الكلام لو العكس. تعالوا بقى ناخد مسألة. طب لو نقطة واحدة عندها الاثنين هيكنسلوا بعض. بس الاثنين بالظبط. مش الترانسفير فانكشن مثلا لو فيها 1 بلس اس على اوميجا زد 1 بلس اس على اوميجا بي واوميجا بي بتساوي اوميجا زد بالظبط، في الترانسفير فانكشن اصلا مش هتلاقيها موجودة. فول كانسل زيرو. لا خلاص ما يكنسلوش بعض، لا. لازم يبقوا نفس المكان بقولك بالظبط. لا في ماجنيتيود لكن كفيز لا مش هيكنسلوا بعض. بس بعض ما اعتقدش هتحصل، يعني صعب قوي بتجيب بول مع زيرو بالظبط دي. جات لكم؟ جات فين؟ في الكويز؟ طيب حلو يعني. الدكتور شادد معاك. بس كويس يعني ان اداكوا البول زيرو كانسليشن، يعني دي هتاخدها في سنه رابعه ان شاء الله يعني. هيبقى عندك يعني في سيستم فيه مثلا اكتر من بول فانت عايز تخلص من البول فهتعمل ايه؟ فهتحط زيروز قريبه من البولز دي فيبتدي كنسل البول. قريبه قريبه يعني مع التصنيع ما بتبقاش عندها بالظبط، بيبقى في مارجن يعني. خلاص فيبتدي البول ايه كنسل بالزيرو ده، يعني بدل ما الفيز مثلا كان بيبتدي ينقص ماينس 90 فتروح حاطط له زيرو بالشكل ده فيروح لاحق الفيز تاني يوصل تاني ايه يبتدي يزيد. تمام؟ لما بتيجي تقيس الاستابيليتي حاجه اسمها الفيز مارجن، ما اعرفش انتوا اخدتوها ولا لا، اكيد ما اخدتوهاش صح؟ مش مشكله بقى خلاص. مش موضوعنا، مش موضوعنا.
تعالوا ناخد مساله بقى في الشيت، مساله رقم واحد نحل بقى. ده كان ال H of S الجيفن. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ دي ال H of S. واحدة واحدة كده. أول حاجة تعملها، أول حاجة تعملها تشوف البولز والزيروز عندك كده إيه بسرعة. عندنا عند ال S سكوير معناها إيه؟ 2 زيروز صح؟ 2 زيروز في الأول خالص. طيب وعندنا عندنا ايه اعرف فريكونسي بعد كده تاني؟ اوميجا بي يعني بول عند 10 صح؟ طيب وبعدين عندنا 10 باور 3 عندنا ايه؟ اوميجا زد 0 تاني عند 10 باور 3 صح؟ وبعدين عندنا بول تو يا جماعة مش زد زد يعني ده ات 10 اهو اوكي 2 ماشي اوكي 2 اوميجا بي 2 بولز وبعدين عندنا اوميجا زد بعدين عندنا بول تاني عند 10 باور 5 وبعدين عندنا بول تاني عند 10 باور 8 صح؟ تعالوا بقى نرسم الكلام ده. هنرسم الاول الماجنتيود فوق وهنرسم الفيس تحت. مبدئيا كده بما ان عندي 2 زيروز هبقى داخل عند الاوريجن بسلوب كام؟ واحده واحده. عندي 2 زيروز اللي هو الاس سكوير عند الزيرو هبقى داخل عند الاوريجن بكام؟ ب 40. حلو. يبقى اول حته انا داخل عند الاوريجن، داخل عند الاوريجن ب 40 لغايه ما اوصل. اول حاجه عندي بعد كده ايه؟ 10 صح؟ 10 ليه؟ لو عملت ال 10 في اللوج سكيل هتطلع لك كام؟ واحد. واحد اللي هي كانت ايه؟ 10. هيحصل ايه عند ال 10؟ عندي كام بول؟ 2 2 وانا كنت طالع ب 40 والبول بينزلني 20، عندي 2 بول ينزلوني ايه؟ ماينس 40. فارجع لغايه كام؟ ثابت، هرجع ثابت عند النقطه دي صح؟ حلو. اول نقطه بعد كده 10 اس 3 عندي ايه؟ 0. انا ممكن ايه كده هنطلع من البورد ان شاء الله. نقرب ال 10 عشان نبتدي نطلع، بس هنطلع بسلوب كام؟ 20. فيبقى اخف شويه من اللي قبله. ده 20 وده كان 40. هنفضل نطلع لغايه اني فريكونسي 10 اس 5 هيحصل عندها ايه؟ هيثبت صح؟ في بول يثبت اهو. بعدين 10 اس 8 ينزل يحصل له ايه؟ ينزل بسرعه كام؟ 20. ويكمل ايه؟ نزول. هل هيطلع تاني؟ لا خلاص. يبقى هو الجزء الوحيد اللي كان عندنا 40 اللي هو الدخله اللي في الاول بس عشان كان عندنا ايه؟ اس سكوير. حد عنده مشكله في رسمه الماجنيتيود قبل ما نخش في رسمه الفيز؟ طيب. تعالوا ايه كده بقى نشوف رسمه الفيز عامله ازاي. مبدئيا احنا قلنا الاس سكوير
الاس كان بيبدا من 90 صح؟ اس سكوير هيبدا من كام؟ الاس لوحدها لما بتتحط فوق كان بيبدا من 90، اس سكوير هيبدا من كام؟ 180. حلو، يبقى اول نقطه هنبتدي من عندها 180. اي سؤال قبل ما نخش في ال ايه؟ اوكي ما معنى ال 100 باند؟ احنا ده مش 100 باند ولا اي حاجه، ده انت عايز تجيب ال 100 باند جين. ده هنحسبه لسه. ما هو يا جماعه سؤال بس، احنا كل الحاجات اللي كنا بنحسبها قبل كده دي بتاع السمول سيجنال والكلام ده كان ال 100 باند جين. لا مش عايز 100 باند جين، عايز تجيب باند جين. كان الباند اوكي اللي هو ثابت فيها يعني؟ ما هو من ثابت من 10 باور 5 لغايه 10 باور 8، ايه المشكله؟ الجين ذات نفسه، هو بيقول الجين ذات نفسه، الجين ذات نفسه هنجيبه في المساله اللي جايه. خلاص؟ يا جماعه ده مش الجين يا جماعه، انت عايز الرقم نفسه الماجنتيود؟ لا ده تجيبه من على الرسمه. يعني تشوف انت بتطلع المفروض 20 دي بي بير ديكيت صح؟ يعني دي النقطه دي تبقى كام؟ 40. 40 وبعدين فضلت 40 زدت 20 زدت كام ديكيد؟ هنا كان في ديكيد اهو، والديكيد اللي بعده زدت 40 تانيين صح؟ وصلت 80 وبعدين ابتديت تنزل بماينس 20، فشوف بقى ايه النقطة اللي أنت عايز توصل لها هنا. خلاص؟ ده سؤالك؟ الأرقام نفسها يعني؟ أوكي. أنا فاكر اللي هو ال 100 باند جين اللي هو فعلا بنحسبه اللي هو جي إم. أوكي. بس مفيش مسألة ما فيهاش جي إم ولا أي حاجة. باندويتس هنجيبه المسألة الجاية أوعدك. ده مفيش هنا يعني باندويتس اللي هو النقطة اللي يبتدي يقل عندها جين 3 دي بي. دي مش مسألة حقيقية يا جماعة، دي بس اكسرسايز على الترانسفير فانكشن. مش مسألة حقيقية. خلاص؟ في الحقيقة اللي هيحصل هتلاقي إن الجين كان بيطلع كده. في الأول في جزء الجين كان بيطلع لسه فيه وبعدين بيفضل ثابت اللي هو ال 100 باند جين، بعدين بينزل تاني. خلاص؟ وأول ما يبتدي ينزل تاني بنبتدي نحسب الباندويتس اللي هو عند أول بول الدوميننت بول. خلاص؟ ده بقى مش شكل حقيقي خالص يعني. ده شكل بس كده كان اكسرسايز للمساله علشان تتعلم ازاي بس ترسم الاسات والبي والكلام ده. متضايق؟ حد متضايق؟ تعالوا بقى نعمل الفيز. الفيز هيبتدي من عند نقطه كام؟ 180. انا داخل باس سكوير واس سكوير، الاس كانت بتديني 90 فالاس سكوير 180. عند النقطه ال 10 لازم اكون نزلت النص صح؟ اللي هي تبقى كام؟ ها 90. يعني انا النقطه دي لازم اكون عندها ايه؟ 90. وعند ال 10 نضربها في 10 تانيين، يعني عند 10 باور 2 يكون وصل لغايه كام؟ 0. يبقى هو ابتدى من اول هنا اهو، يكون وصل للزيرو عند ايه؟ 10 باور 2. بعده في ايه؟ عند ال 10 باور 3 في 0 صح؟ الزيرو ده يزودني ولا يقللني؟ يزودني. حلو. لما هيزودني قد ايه؟ 90. يبقى انا عايز عند النقطة نفسها دي اكون وصلت لغاية كام؟ 45. حلو، يبقى النقطة دي انا لازم الاقي 10 باور 3 اكون وصلت عندها لغاية كام؟ 45. ويبتدي يزيد من عند 0.1 النقطة دي. 0.1 10 باور 3 اللي هي كام؟ 10 باور 2. يبقى من أول 10 باور 2 ما يبتدي ينزل يبتدي يطلع تاني لغاية كام؟ 45. إيه؟ ماشي، بس هو النقطة دي هيبتدي ينزل ويطلع عندها على طول. لا مش ستريت لاين، بيبقى كيرف عادي. هو ده بيبقى أبروكسيميشن، في الحقيقة بيبقى نازل عادي. أنت لو رسمته على أي سيميوليتر هتلاقي إن هو فعلا بينزل كده أهو بالمنظر ده. فإحنا بنأبروكسيميت المنظر ده إن هو كان كده بعدين كده بعدين كده. ابروكسيميشن مش اكتر يعني. عشان يبين لك بس النقطة اللي هي 0.1 والنقطة اللي هي 10. ودي لو نفسها اللي هي الأوميجا يعني. خلاص؟ فهو دي كانت أول واحدة الأوميجا كانت ب 10 فهو قال عندها النص، كان 180 عايز ينزل للزيرو فبقى عندها 90. خلاص؟ طب. اللي هينزل عندها لغاية الزيرو اللي هي 10 من النقطة دي 10 أضعاف. فهي دي كانت 10 باور 10 أضعافها كام؟ 10 بتاعتها كام؟ 10 باور 2. حلو؟
بعدين النقطه دي عندها زيرو، فالمفروض الفيز يزيد 90، بس عند النقطه بيكون زاد النص صح، فطلع من زيرو لغايه 45. قبل النقطه يبتدي يزيد من عندها من 0.1 النقطه ويوصل للماكسيمم لل10 بتاع النقطه دي. لو انا ابتديت عند 10 باور 3 قبلها كام؟ 0.1 منها تبقى 10 باور 2، دي النقطه اللي يبتدي يزيد عندها، والنقطه اللي هيوصلها في الاخر خالص يوصل عندها لغايه 90 هي كام؟ 10 باور 4. حد متضايق؟ يبقى انا عند 10 باور 4 هكون وصلت لغايه كام؟ 90. خلاص، ودي كانت 45 النقطه دي، والنقطه دي برده كانت هنا 90. 90 اعلى صح؟ بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيفضل ثابت 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 لغايه ما تيجي 10 باور 5. 10 باور 5 يحصل ايه؟ بول. فالبول يعمل ايه في الفيز؟ يقلله، عايز يوصله لغايه كام؟ 90 ماينس 90 زيرو. عند النقطه نفسها يكون قل النص، يبقى عند 10 باور 5 يكون 45، وعند 10 باور 4 هو اوريدي كان 90 صح؟ يبقى يا دوبك اول ما يبتدي يطلع هينزل ايه؟ تاني. النقطة دي كده 45، وعند 10 باور 6 يكون وصل لكام؟ زيرو. حلو. يفضل ثابت. عند 10 باور 8 يحصل ايه؟ بول تاني صح؟ يبتدي يقل. عند 10 باور 8 يكون قل ايه؟ يبقى نيجاتيف 45، ويبتدي يقل من عند 10 باور 7، ودي 10 باور 8 يكون ايه؟ وصل عندها النيجاتيف 45، وعند 10 باور 9 يكون وصل لغاية كام؟ نيجاتيف 90. فيبقى المنظر ده كده اهو. خلاص؟ حد متضايق؟ ممكن يديها مثلا زيرو عند 10. ممكن يديك اي حاجه، دي كانت بس مجرد اكسرسايز عشان تتعلم ترسم الكلام. ايه؟ ماشي، ايه المشكله؟ قصدك بقى ان انت يعني ما تكونش لحقت اصلا تطلع عليها ال 0.1 والبتاع، هتبقى حاجه في النص يعني. هتبقى فاليو في النص، يعني قصدك لو ما لحقتش توصل لغايه ال 90 وطلب منك انك تنزل تاني صح؟ ما هتبقى فاليو في النص، مش هيلحق فعلا يوصل ل 90، هتبقى كيرف كده في النص وهيبتدي ينزل تاني. المهم بس عند النقطه نفسها، يعني النقطه نفسها مثلا 45 ومفروض كانت توصل بعدها لل 90 نزلك تاني، فيبقى عند اللي بعدها مثلا 45. فاهم حاجه؟ ما اعرفش يعني، دي ممكن تسال فيها الدكتور، بس ما اعتقدش هو هيوصل للارقام دي يعني. الموضوع اسهل كده بكتير، المساله دي بس فيها ارقام عشان يضربك مش اكتر يعني. حد عنده مشكلة قبل ما نمسح؟ حد متضايق في رسمة الماجنتيود أو الفيز؟ يبقى الفيز أنت عند النقطة بتكون عملت النص. 0.1 منها هتبتدي، 10 منها تكون إيه؟ خلصت. تعالوا بقى إيه؟ نشوف تاني طلب في المسألة. تاني طلب في المسألة قال لي أنا مدخل الإنبوت بتاعي ساين ويف بديفرنت فريكونسيز وعايز اشوف كل واحده هتاخد جينا قد ايه. الانبوت اللي في الشيت كام؟ 10 خدتوا سيجنالز ولا لسه؟ مادة اسمها سيجنالز؟ لا لسه. اوكي ماشي. بص بقى، عادة 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 أي انبوت، أي انبوت في الدنيا إيه اللي بيحصل فيه؟ أي انبوت تقدر تعمل له أناليسز إن هو داخل في شكل مجموعة ساين ويفز أو كوزاين. تمام؟ ده كان فكرة فوير اللي أنتوا إيه هتاخدوه بقى الترم التاني في السيجنالز، إن هو كان بيديكومبوز الانبوت لشوية ايه؟ ساين ويفز مجموعين مع بعض كل واحدة ليها ايه؟ فيكونسي. تمام؟ كان هدفه ايه بس؟ كان هدفه ان الساين ويف لما بتدخل في كسيستم
بتطلع هي هي نفسها الساين ويف مضروبه في جين. فعشان كده كان بيسهل الموضوع ان هو بيحاول يعمل اناليسيس للانبوت ان هو مجموعه ايه ساين ويفز. فشكل ان الانبوت يكون ساين ويف ده مهم يعني. خلاص ده معلومه ليك انت عشان بعد كده لما هتشوف ان الانبوت بتاع السيستم مجموعه شويه ساين ويفز انت فاهم ليه. ساين ويفز دي اللي بتتعمل كانها ايجن فاليو ايجن فانكشن والكلام ده، تدخل السيستم تطلع هي هي بس مضروبه في جين. تمام؟ تخيل كده اي امبليفاير دخلت له ساين ويف هيطلع لك ايه؟ ساين ويف مضروبه في جين او اشاره صح؟ واخده فيز نيجاتيف او بوزيتيف والامبليفاير بتاعها اتغير. هل الساين ويف نفسها اتغيرت؟ لا. ماشي بتغير الفيز بتاعها والامبليتيود بيختلف ما بتعملش حاجه تاني. فهو عمل دخل لي الانبوت بتاعي فعلا في شكل مجموعه ساين ويفز كل واحده ليها فريكونسي مختلفه. واحده كانت لو دي ساين اوميجا تي فهنا الاوميجا كانت ب 10 وهنا الاوميجا كانت ب 3 تايم 10 باور 6 وهنا الاوميجا كانت ب 10 باور 8. خلاص؟ وقال لي انا لو دخلت انبوت بالمنظر ده على السيستم شويه الساينز دول مجموعين على بعض الاوتبوت هيكون شكله عامل ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ واضح ان الانبوت فيه شويه فريكونسز مختلفه. كل واحده منهم هتشوف الترانسفير فانكشن بطريقه مختلفه صح؟ يعني هنا الاوميجا ب 10 فالسيجنال دي الجزء ده هياخد جين مختلف عن لما تكون الاوميجا بكام؟ 3 ميجا مثلا. مختلف عن لما الاوميجا تكون بكام؟ 10 باور 8. ليه؟ لان الترانسفير فانكشن نفسها فانكشن في الاس والاس دي اللي هي جي اوميجا صح؟ صح ولا لا؟ ترانسفير فانكشن الاس دي هي الاوميجا جي اوميجا. فكل عند اوميجا معينه في جين معين للفانكشن دي. فعند ده هياخد جين وده هياخد جين مختلف وده هياخد جين مختلف. نفس الفريكونسي الريسبونس اللي احنا رسمناه، مش كان في حته بيطلع كده وبعدين يثبت بعدين بيطلع كده صح؟ كانت كل اوميجا تحت بتاخد جين مختلف. في حاجات واخدت 80 دي بي فوق وفي حاجات في الاول كانت واخده زيرو خالص اللي طالعين من عندها. كل واحده شافت جين مختلف صح؟ هنطبقه على كل انبوت من دول نشوف الانبوت ده هياخد جين كام والانبوت اللي بعده هياخد جين كام اللي بعده هياخد جين كام وهكذا. خلاص؟ تعالوا نبتدي باول واحد. لما الاوميجا تكون ب 10 الاوميجا تكون ب 10 يعني الاس هتكون بكام؟ 10 جي صح؟ اللي هي جي اوميجا يعني. مين في دوله مهم معايا؟ الترم ده 1 بلس اس على 10 باور 5 هل ده نقدر نعمل له ابروكسيميشن ان هو اكنه 1 صح؟ ايه؟ نحل الكومبلكس على ايه؟ اوكي لا انا عايز اتعلم معاكم حاجه بس وهنحلها ممكن تحلها على الكالكوليتر مش دي الازمه. عايز اعلمكم بس حاجتين ايه في الامتحان انا برضه عايزك تتعلم اللي انا هعمله يعني ممكن يكون الدكتور عايز يشوفه احنا هنعمله مش صعب بس اللي عايزين نعمله حاجه عشان احنا كمهندسين لما يجي لك بعد كده سيستم كبير مش معقول كل شويه تقول له بس استنى طلع الكالكوليتر انت هتبقى عايز بمجرد النظر كده بعينك تقول مين البول والزيرو والدوميننت اللي معايا. خلاص الرقم ده لو 1 بلس اس على 10 باور 5 الاس لو الاس ب 10 هل 10 على 10 باور 5 ده رقم سيجنيفيكانت؟ مش هقدر ابروكسيميت الترم ده كانه 1 صح؟ نفس الكلام 1 بلس اس على 10 باور 8 مش ده كانه 1 صح؟ لان الاس ب 10 يبقى الترم ده والترم ده صفصفوا على 1 1. الترم اللي فوق 1 بلس اس على 10 باور 3 هل ده سيجنيفيكانت؟ اكنه برضه 1 صح؟ 10 على 10 باور 3 ده رقم صغير. ادقى لك مين؟ الاتش اوف اس ادقى فيها بقى اس سكوير على 1 بلس اس على ال 10 اول سكوير صح؟ ده ما اقدرش اعمل له ابروكسيميشن بقى لان الاس نفسها ب 10 فمش هينفع. ده اول حاجه هنتعلمها تعرف ازاي تنجلكت التيرمز بتاعتك المهمه واللي مش مهمه. خلاص؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ حد متضايق من حاجه؟ طيب. تاني حاجه الاتش اوف اس بنحسب لها حاجتين. حاجة اسمها الماجنتيود وحاجة اسمها الفيز صح؟ تعالوا الأول نشوف ازاي بنعمل الماجنتيود. دي اللي هي الاتش اوف اس هي اس سكوير لكن أو بلاش نحط الاس بجي اوميجا بقى فجي اوميجا سكوير هتبقى نيجاتيف اوميجا سكوير على 1 بلس جي اوميجا على ال10 اول سكوير.
لو عايز تجيب الماجنيتيود بتاع الكلام ده. احنا هنعمل واحده وانتوا اعملوا الباقي مع نفسكم، بس انا عايز اعلمك بس ازاي. هو في المساله كان طلب منك ان انت تحطها على ماتلاب وترسم بس هي فكك. يعني مش ده اللي هنعمله، بس انا عايز اعلمك بس. انت اتعلمت اول حاجه الابروكسيميشن، تاني حاجه اتعلمها ازاي تجيب الماجنيتيود. ماجنيتيود الشكل هو ماجنيتيود اللي فوق على ماجنيتيود اللي تحت، تمام؟ ماجنيتيود اوميجا سكوير كام؟ اوميجا سكوير من فوق صح؟ اكنك اخدت الابسوليت بتاعها فيطلع لك فوق ايه؟ اوميجا سكوير. اللي تحت بقى، اللي تحت ده عباره عن 1 ماينس او بلاش 1 بلس جي اوميجا على 10 اول سكوير. لو انت عندك حاجه كومبلكس اي بلس جي بي، الامبليتيود بتاعها بيساوي كام؟ سكوير روت الاي سكوير بلس البي سكوير، صح؟ صح ولا لا؟ طيب لو انا عايز اجيب بقى ماجنيتيود الجزء اللي جوه السكوير ده بيساوي كام؟ 1 بلس اوميجا سكوير على 100. كل ده ايه؟ تحت السكوير روت، وكل الكلام ده معمول له ايه؟ سكويرنج. السكوير ده شال السكوير روت، هيتبقى ايه؟ فوق هيبقى عندك الاوميجا سكوير بعد ما خدت شلت منها شرط النيجاتيف، وتحت هيتبقى لك 1 بلس اوميجا سكوير على 100. تقدر تعوض ده بالاوميجا، ان الاوميجا بتساوي 10 ولا لا؟ ها؟ بتعرف تجيب الماجنيتيود في الكيس دي ولا لا؟ يبقى احنا اتعلمنا تاني حاجه هنا، عشان اجيب ماجنيتيود بجيب ماجنيتيود الاولاني وماجنيتيود التاني، النيوميريتور والدينوميريتور. ماجنيتيود النيوميريتور شلت منه اي اشاره، سواء بقى نيجاتيف سواء ايماجينري سواء اي حاجه، انت بتجيب الماجنيتيود نفسه. طيب ماجنيتيود الجزء اللي تحت كان حاجه 1 بلس جي، فاحنا اخذنا كده من الماث، لما يكون عندك اي بلس جي بي تيجي تجيب لها الماجنيتيود بتاعها هي ايه؟ مسائل اللي فاتت ايه؟ ماشي، لو في من الرسم على طول اوكي، بس بعلمك ماثيماتكس مش اكتر. خلاص، لو انت عندك من الرسم عايز تجيبها على طول، لو الرقم ثابت اوكي، لكن ممكن ما يكونش ثابت، يعني ممكن تكون رقم انت مش عارفه، او الفيز عند نقطه انت مش عارفها، النقطه في النص كده. خلاص، بس انت ممكن تجيبها من الرسم عادي جدا، لو رسمت الرسمه اللي فاتت صح تقدر تجيبها على طول. ده كده جبنا الماجنيتيود. تعالوا نجيب الفيز بقى. حد عنده مشكله في الماجنيتيود؟ الفيز بقى هيتجاب ازاي؟ انتوا عامة لو جيتوا حسبتوا الكلام ده، لو حطيت اوميجا ب 10 هيطلع لك فوق 100 على تحت 2، هيطلع لك 50. خلاص؟ لو حطيت الاوميجا ب 10 اللي هو كانت الجيفن فيكونسي ساعتها. انا عايز احسب بقى الفيز. بص بقى، لو انت عندك برضو نيوميريتور على دينومينيتور، الفيز بتاعك هيكون عباره عن فيز النيوميريتور ماينس الفيز بتاع الدينومينيتور. طيب تعالوا برضو ناخد حاجه تانية في الماس. لو انت عندك شكل A بلس جي بي، الفيز بتاعه هيكون كام؟ جت منين؟ هو 10 ماينس 1 بي على ايه؟ خلاص، لو ال 10 ماينس 1 بي على ايه؟ ايه. خلاص، ده لو انت عندك حاجه ايه؟ ايماجينري. تعالوا بقى نجيب واحده واحده. ولو انت عندك نيوميريتور دينومينيتور، بيبقى الفيز عباره عن فيز النيوميريتور ماينس الفيز بتاع ايه؟ الدينومينيتور. خلاص، لو ده الشكل بتاعك. تعالوا بقى ايه، نطبق الكلام ده على المساله. امسح الجزء ده، شكل الفانكشن بتاعنا كان بعد ما عملنا لها سمبليفيكيشن كانت نيجاتيف اوميجا سكوير على 1 بلس جي اوميجا على 10 اول سكوير. فيز النيوميريتور بكام؟ الفيز بتاع النيوميريتور كام؟ نيجاتيف. النيجاتيف دي ليه كام؟
180. حلو، يبقى الفيز اول واحد كان 180 ماينس الفيز بتاع الدينومينيتور ده لسه ما جبناهوش صح. تعال نجيب اللي تحت ده عباره عن 1 بلس جي اوميجا على 10 اول سكوير. للاسف انت القانون ده ما كانش فيه اي سكوير من فوق صح، فانت لازم تحوله الاول لشكل عادي. فك السكوير ده يطلع لك ايه؟ 1 ماينس اوميجا سكوير على 100 زائد 2 جي اوميجا على 10. فكيت سكوير روت الاولاني سكوير زائد الثاني سكوير والثاني سكوير الجي سكوير بنيجاتيف 1 بلس 2 الاولاني في الثاني. حد متضايق؟ الشكل ده لو جبت له فيز بتاعه هيبقى عامل شكله عامل ازاي؟ 10 ماينس 1 ايه على ايه؟ الايماجنري على الريل صح؟ الايماجنري بكام؟ 2 جي اوميجا 2 اوميجا على ال 10 صح؟ ده الايماجنري على الريل. الريل بتاع اللي هو مين؟ 1 ماينس اوميجا سكوير على 100 صح؟ مش كان 10 ماينس 1 بي على ايه صح؟ 10 ماينس 1 الجزء اللي مضروب في الجي اهو على الجزء الريل اهو. حد متضايق؟ لو هو حط لك بقى ايه؟ الاوميجا ب 10. تعالى كده احسب الفيز بتاع الجزء اللي تحت 10 ماينس 1 2 فوق 2 10 على 10 فهي كانها بواحد يعني. تحت بقى 1 ماينس 100 على 100 هيطلع لك 10 ماينس 1 بتاع الانفينيتي. 10 ماينس 1 انفينيتي بكام؟ 90. حلو، نرجع بقى خالص فوق. الفيس كان ايه؟ بتاع النيوميريتور ماينس الدينومينيتور صح؟ النيوميريتور كان 180 ماينس بتاع الدينومينيتور جبناه بكام؟ 90. طلع لي كام؟ 90 عند الاوميجا اللي هو ايه؟ طالب. حد متضايق؟ خلصنا كده ايه؟ مسألة. تقدروا تعملوا نفس الكلام عند كل واحدة من دول ولا لا؟ سهلة صح؟ تعالوا بقى نشوف الجزء اللي بعده، آخر جزء. كان كل الامبليفايرز اللي اخدناها قبل كده الكومن سورس والكومن جيت والكلام ده كنا بنحسب لها حاجه اسمها الميد باند جين صح؟ اللي كان بيسال على الميد باند جين. كنا كل الامبليفايرز اللي بنحسبها لما كنا بنحسب الجين كنا بنفترض ان الكاباسيتورز مالها شورت سيركت صح؟ وفي الدي سي كنا بنفترض الكاباسيتور اوبن سيركت صح؟ الجين اللي كنا بنحسبه ده كان ساعتها اسمه 100 باند جين، يعني جين لسه من قبل ما يبتدي يقل، في الحقيقه هيبتدي يقل. ليه بقى؟ اتفقنا يا جماعه البول بيعمل لي ايه؟ مش البول كان بينزل الجين ب 20 دي بي لكل ديكيت صح؟ تخيل لو انت السيستم بتاعك فيه بول الجين بتاع السيستم هيبتدي يقل عند فريكونسي معينه صح؟ وهيبتدي يقل 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 يقل. ده بقى اللي هنعمله. نيجاتيف اوميجا سكوير. ما هو في نيجاتيف. نيجاتيف 180 والجي 90. والنيجاتيف جي نيجاتيف 90. اخدتوا الكلام ده قبل كده في الماث صح؟ ما علينا، يعني النيجاتيف دايما هتلاقيها النيجاتيف هتلاقيها ب 180 والجي ب 90. تعالوا كده ناخد مساله رقم 3 في الشيت. 2 زي 1 بالظبط فمش هنحلها، يعني برضه هيديك ترانسفر فانكشن بارقام مختلفه. تعال نحل مساله رقم 3 في الشيت، ناخد A و C منها ويبقى خلصنا. Yeah.
تعالوا كده ايه نشوف المساله دي. خير كده بس قبل ما نخش في مساله نتفق على اتفاق. خلينا نتفق على اتفاق. اي نقطه عندك فيها كاباستور وعندك مع الكاباستور ده فيه شويه ريزيستنس، النقطه دي عندها بول. حلو، قيمه البول ده 1 على الار في السي. عارفين الكلام ده؟ طيب ده كده ايه البول بيجي ازاي. تعالى نعمل حاجتين في المساله دي. مساله قديمه احنا واخدينها قبل كده، موسفت مدخل عليه انبوت وبياخد الاوتبوت من هنا، تمام، بس حاطط في الاوتبوت كاباستور اسمه سي لود. تعالى نحسب حاجتين، الجين اللي احنا متعودين عليه والبول. الجين اللي احنا متعودين عليه اللي هو الدي سي جين او اللي هو الميد باند جين اللي هو القديم اللي هو كان قبل ما يقل او اي حاجه، كان الجين بيساوي ايه؟ جي ام ار اوت، صح؟ جي ام بتاعتي كام؟ دخل عند ده عند الجيت طلع عند الدرين، ده يبقى اسمه ايه؟ كومن سورس. الجي ام بتاعتي كام؟ ها؟ نيجاتيف جي ام 1. ار اوت شايف من هنا ار او 1 من تحت، صح؟ وشايف من فوق ايه؟ 1 على جي ام 2، ار او 1 بارلل 1 على جي ام 2. هن ابروكسيميت ان هي 1 على جي ام 2 على طول، خلاص؟ يبقى نيجاتيف جي ام 1 على جي ام 2. ده الجين بتاعي. الار اوت الار اوت بتاعتي كانت بكام قلنا؟ الار اوت كانت بكام كده لوحدها؟ نيجاتيف 1 على جي ام 2، صح؟ قلنا هنفكس الار او 1. النيجاتيف جي ام 2 صح؟ نيجاتيف جي ام 2 اللي انت شايفها 1 على جي ام 2. البول بقى انت شايف هنا كاباستور، صح؟ فين الريزيستنس اللي عند النقطه دي اللي انت شايفها؟ شايف اللي فوق اللي تحت اللي هي الار اوت، صح؟ يبقى البول هيساوي 1 على الار اوت في السي لود، صح؟ اللي هي ايه؟ 1 على سي لود في 1 على الجي ام 2، صح؟ اللي هي بتساوي ايه؟ جي ام 2 على سي ال، صح؟ حد متضايق لغايه النقطه دي؟ في الحقيقه بقى ايه اللي بيحصل؟ كده كده بما ان انا عندي بول الفي عند البول ده الجين هيبتدي يقل ولا لا؟ هسمي البول ده هو ايه؟ اوميجا بي، تمام؟ اوميجا ايه؟ بي. يبقى الجين بتاعي والاتش اوف اس بتاعتي هتساوي الجين اللي انا حسبته ده اللي هو الميد باند جين ده مضروب في ايه بقى؟ 1 على 1 زائد الاس على اوميجا بي. ففعلا لما توصل الفريكونسي عند الاوميجا بي الجين يبتدي يحصل له ايه؟ يقل، صح؟ لو انا في فريكونسي لسه قليله جدا فلسه اكنها بزيرو، الرقم قليل جدا، فالترم ده كانه ايه؟ 1 لسه. كل ما الاس تبتدي تعلى ايه اللي هيحصل؟ كل ما الاس يبتدي يعلى 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 ايه اللي هيحصل للرقم ده؟ هيصغر يصغر يتضرب في 100 باند جين، ال 100 بقى الجين عمال ايه؟ يقل. كل ما اعلى في الفريكونسي الجين عمال ايه؟ يقل. يبقى دي كده شكل الايكويشن الحقيقيه للامبليفاير اللي احنا كنا بنحسبه زمان، هو الجزء ده بس. دلوقتي الجزء ده لسه بنضربه في الفريكونسي ريسبونس ايه؟ بتاعه. طيب حد متضايق لغايه النقطه اللي قلناها دي؟ تعالوا نعمل حاجه ثانيه. تعالوا نحسب حاجه اسمها الجين باندوتس. سمعتوا عنه قبل كده؟ الجين باندوتس اللي هو الجي بي دبليو. الجين باندوتس كان ايه اللي بيحصل فيه؟ كنت بتجيب الجين تضربه في الباندوتس. الباندوتس اللي هو بتاعك اللي هو ايه؟ البول، صح؟ الباندوتس هو بيبقى الدوميننت بول يا جماعه. الباندوتس هو بيبقى ايه؟ اوميجا بي اللي هو الدوميننت اللي هو اول بول بيقابلك اللي هو فعلا بيبتدي يقلل لك الجين. مش انت البول بيبتدي يقلل لك الجين؟ مع اول بول الجين بيبتدي ينزل بكام؟ 20، صح؟ لو هو كان طالع كده وكده، انا قصدي بعد ما يبتدي ينزل بقى اللي هو ده. خلاص؟ يعني لو هو في الحقيقه فعلا بيبتدي يطلع كده وينزل بيبتدي يطلع لغايه ما يثبت بعدين بيبتدي ينزل. اول بول بيبتدي ينزل فيه اللي هو بينزل فيه ده اللي هو ايه؟ الدوميننت. اول بول بيبتدي ينزل فيه. ايه؟ دي كده كان في هنا في جين ثابت بعدين ابتدى ايه؟ خلاص؟
ده الميت باند جين اللي احنا حسبناه اللي هو الايه ده، وفعلا بعد بشويه ابتدى ايه يقل اللي هو الدي سي جين او الميت باند جين، هو ده اللي هو الميت باند جين، هو ده اللي هو فضل ثابت لغايه ما يبتدي يقل تاني. تعالوا بقى نحسب الجين باندوث ده اللي هو واحد على الار اوت في السي ال مضروب في الجين، صح؟ الجين اللي هو كان كام؟ جي ام واحد على جي ام اتنين، صح؟ شيل الاشارات مش هتفق معانا في حاجة. واحد على الار اوت سي ال كانت طلعت لي جي ام اتنين على السي ال، صح؟ مضروبة في الجي ام واحد على جي ام اتنين. اضرب الاثنين دول في بعض هيطير لك جي ام 2 مع جي ام 2، صح؟ يبقى لك ايه؟ جي ام 1 على سي ال. حد متضايق؟ ده حساب الجين باندوس. جبت الجين بتاعي اللي هو ده اللي هو جي ام 1 على جي ام 2 ده، تمام؟ ضربته في الدوميننت بول اللي هو اول بول عندي اللي هو بيقلل لي الجين اللي هو كان جي ام 2 على سي ال، ده اضربه في جي ام 1 على جي ام 2 اهو يطلع لك كام؟ جي ام 1 على سي ال، صح؟ ده البول، البول مضروب في الجين اهو، البول البول تايمز الجين، خلاص بيساوي ايه الكلام ده، تمام؟ طلع لي ايه في الاخر؟ جي ام 1 على سي ال، صح؟ تعالى نفهمها. جي ام 1 ده كان الجي ام بتاع الترانزستور اللي داخل عليه، صح؟ والسي ال هي السي اللي في الاوت. تعالى ناخد مساله ثانيه وهوصل لكم حاجه منها برضه، واحدة سهلة قوي من نفس النوع كده. خليكم بس فاكرين ان دي نتيجتها طلعت جي ام مع سي ال. حد متضايق؟ تعالى ناخد 3 سي. تعالى نحسب الجيم بتاع الجزء ده، ميت باند جين اللي هو جي ام ار اوت. الجي ام بتاعت الترانزستور اللي انا داخل عليه، صح؟ اللي هي نيجاتيف جي ام 1 في الار اوت، هو عباره عن ايه؟ ار او 1 بارلل مع ار او 2، صح؟ ده هنا شايف كومن سورس وكومن سورس، ار 1 بارلل مع ار او 2. ده كده الميت باند جين بتاعي. البول اللي عندي واحد على ار اوت في السي لود، صح؟ اللي هو بيساوي ايه؟ واحد على ار او 1 بارلل مع ار او 2 في السي لود، صح؟ حد متضايق؟ لو انا عايز الاتش اوف اس كده كلها على بعضها تبقى ايه؟ الميت باند جين ليتس سي ان ده اسمه ايه؟ على 1 بلس الاس على اوميجا بي اللي انا لسه ايه مطلعه، خلاص. لو انا جيت احسب برضو الجين باندوكس بقى، الجين باندوكس اللي هو كان بيساوي ايه الجين؟ نيجاتيف سيب النيجاتيف يبقى جي ام 1 في ار او 1 بارلل مع ار او 2 مضروب في 1 على ار اوت سي ال، صح؟ ار او 1 بارلل مع ار او 2 في السي ال، يطلع لك ايه برضه؟ جي ام 1 على سي ال. يبقى كده قاعده عايزين نطلع منها، نطلع بيها بالمساله عشان نخلص السكشن. اي سنجل بول سيستم بالامبليفايرز اللي انت واخدها قبل كده زود لك عليها سي لود، يبقى الجين باند بتاعها عباره عن ايه؟ جي ام على سي ال. حد متضايق؟ جي ام بتاعاني ترانزستور اللي انت داخل عليه الانبوت ترانزستور، والسي ال اللي هو حطال. طيب هسالك سؤال تاني كده، ايه ما بيعتمدش على الار اوت، دي معلومه صح. الجين بتاعي كان عباره عن ايه؟ جي ام في الار او 1 بارلل مع الار او 2، صح؟ لو انا عايز اعلي الجين هعمل ايه؟
والجي ام ثابت. عالي الار اوت صح؟ الار او 1 او الار او 2 صح؟ ليتس سي ان انا هزود ال بتاعت الترانزستور مثلا مش كده؟ لو انا زودت الار اوت ايه اللي هيحصل للبول؟ هيجي هيبقى اصغر صح؟ هيجي عند فريكونسي ايه؟ قريب. ده بالظبط ده هيزيد ده هيقل، هيفضل الجين باندوتس ماله؟ ثابت اللي هو جي ام على الايه؟ سي ال. عشان كده الجين باندوتس ده مفتاح حل مسائل الديزاين. انا مش عارف الدكتور هيقول هيديكم مسائل ديزاين ولا لا، بس لما بنيجي كده من الديزاين اي امبليفاير في الحقيقه لما تطلعوا كده مثلا في سنه ثالثه او رابعه بتروح اول حاجه على الجين باندوتس. هو عايز جين مثلا 100 والباندوتس عايزه 1 ميجا، تروح ضرب الاثنين مع بعض تطلع مين؟ الجين باندوتس. طلعت الجين باندوتس هو بيساوي ايه؟ جي ام على سي ال صح؟ اللي هو مثبت لك سي ال. يبقى انت في جي ام معينه لازم تشتغل عليها، لو ما اشتغلتش عليها عمرك ما هتحقق الجين باندوتس الايه؟ المطلوب. هتقعد برضه تعافى بتطلع لي الجين تلاقي الباندوتس قل. يبقى كده من الاول خالص وانت بديزاين تشوف الجين باند بتاعك كام، هو جي ام جي ام الانبوت على الايه؟ سي ال. لو هو مثبت لك سي ال يبقى هو كده خلاص حدد لك مين؟ جي ام الانبوت، ما فيهاش ايه؟ كلام. تشوف بقى جي ام الانبوت دي عباره عن ايه؟ محتاج كارنت، محتاج دبليو على ال، محتاج في اوفر درايف، تقعد تظبطها بقى. خلاص؟ بس غير كده مش هتعرف ايه؟ تديزاين المساله. اي سؤال؟